كان في كأس العالم للأندية نهاية هذه السنة. الجماهير الرجوية والمغربية الحاضرة بقوة مساء اليوم في هذه الأمسية الرمضانية، يعني حوالي 35 ألف متفرج تحضر لمتابعة هذا اللقاء والمتعطشة لمشاهدة ومتابعة فريقها ولاعبيها ومدى جاهزيتهم أمام فريق بقيمة نيس الفرنسي قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد الذي سيكون شاقا وبأهداف كبيرة تتطلب فريقا نموذجيا للدفاع عن اللقبين المحليين والذهاب بعيدا في اغلى الكؤوس الافريقيه دوري ابطال افريقيا الذي ينتظر فريق الرجاء، وكذلك يعني تشريف سمعه كره القدم الوطنيه في كاس العالم للانديه، لان التاريخ يسجل ويدون انجازات خصوصا انجازات ما حقق هذا الرجل امامنا محمد فاخر الذي تمكن من التتويج بلقب البطوله الاحترافيه والتاهل للمشاركه في كاس العالم للانديه. قلت هي مناسبه للاحتفال امام الانصار والجماهير بعدما لم يتسنى لها ذلك بعد اخر مواجهه جماعه الرجاء بالفتح الرباطي خارج القواعد وبعيدا عن دفء المناصرين. والرجاء اكيد تبقى كبيره بتاريخها بلاعبيها ومسيرها وجماهير التي لبت النداء وحضرت اليوم رغم الشهر المبارك رمضان الذي نتمنى يعني ان يدخل بالصحه والعافيه على كل الجماهير المغربيه وكل الشعب المغربي. وامامنا تشكيلة ديال فريق الرجاء البيضاوي، في حراسة المرمى خالد عسكري، كلاعبين عادل كروشي، اسماعيل بن المعلم الذي يعود لأحضان فريق والأم فريق الرجاء، محمد الحاج، زكريا الهاشمي، فيفيان مابيدي، محسن متولي، كوكو ياجور، بدر كشاني، وشمس الدين الشطيبي، المدرب محمد فاخر. هناك العديد من لاعبين الاحتياط لأنه سيكون هناك يعني نسبة لدكات الاحتياط مفتوحة أمام المدربين. هناك صالحية، عبد الإله حافظ، الرقي الرحماني، بوجاد، كوليبالي، الدردوري، ياسين وكيل، وعبد الجيد الدين. أكيد نسبة للحكام، هناك نور الدين الجعفري، يوسف مبروك، ومحمد عبو الحكم الرابعي، وعريش مصطفى. أمامنا تشكيلة فريق نيس الفرنسي اللي حضر لعرض الوطن يعني بديت من الساعة الثالثة والنصف، وبالتالي سيلعب المباراة وبعدها سيغادر أرض الوطن. حارس المرمى أوسبينا دافيد، كلاعبين كوليد، زيكناك، باتينوفي، نيمانجا، ديغار، ديدييه، هذا هو العميد ديال فريق نيس الفرنسي. برول كريستيان اللاعب البلجيكي، بوديال إيريك، إسيريك فالونتان، بي جيريمي، موندي نامباليس، والمدرب أمامنا كلود بويل الذي يقود فريق نيس الفرنسي. فريق نيس اللي نهى الموسم الماضي في الرتبة الرابعة ب 64 نقطة، حقق 18 انتصار، 10 ديال التعادلات، 10 ديال الهزائم. أكيد بأنه اللقب للدوري الفرنسي عاد لباريس سان جيرمان، فيما مارسيليا الرتبة الثانية واللي تأهلوا لعصبة الأبطال الأوروبية. نيس الفرنسي حقق نتائج طيبة رفقة كلود بويل، أكيد اللي غادي نقدموا للجمهور المغربي خلال هذه الأمسية اللي نتمنى بأنه تكون هناك فرجة وهناك متعة وأهداف حتى يستمتع الجمهور المغربي بهذا اللقاء الكبير، اللقاء الدولي، خصوصا وأن الأندية الوطنية عودتنا على مثل هذه المباريات. أكيد نتذكر فريق الرجاء البيضاوي والمباراة اللي كانت في بداية الموسم الماضي أمام فريق أتلتيكو بيلباو والفوز بثلاثية، كذلك كانت مباراة أمام إف سي برشلونة، صحيح الرجاء هزم بحصة ثقيلة، ولكن يمكن نقول بأنه مثل هذه المباريات مهمة لاحتكاك مثل هذه المدارس القوية على المستوى الأوروبي. إذا بداية المباراة، وأكيد بأنه فريق الرجاء البيضاوي يعني هناك انتدابات، أذكر بأنه عصام الراقي لاعب اللي أكيد حمل القميص ديال العديد من الأندية بما فيها الجيش الملكي وأندية سعودية، عنده تجربة كبيرة سيوظفها رفقة فريق الرجاء كما قلت الذي تنتظره العديد من الاستحقاقات القارية على رأس أكيد دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية. هناك كذلك صلاح الدين إسماعيل اللي سيكون غائب لعدم الجاهزية، لاعب نيم الفرنسي. ومن الانتدابات هناك كذلك موكوكو ديوكان كوندا أو ديوكاندا، اللاعب مازين بي الكونغولي، لاعب كبير تمنى بأنه يعطي الإضافة لفريق الرجاء البيضاوي، إلى جانب المدافع المالي دريسا كوليبالي الذي يتواجد في دكة الاحتياط إلى جانب عصام الراقي، لأنه فريق الرجاء احتفظ بتقريبا يعني بالتركيبة ديالو الرسميه اللي لعبت يعني البطوله الاحترافيه، وبالتالي انه حتى تبقى الدعامه الاساسيه وكذلك الحفاظ على الانسجام التماسك واستقرار المجموعه. كره في وسط الميدان لفائده فريق الرجاء البيضاوي، زكريا الهاشمي
جماهير عريضه وكبيره تتابع هذا اللقاء، ليس فقط جماهير المغربيه جماهير الرجويه ولكن الجماهير المغربيه لمتابعه نجوم فريق نيس الفرنسي. كره في وسط الميدان لفائده برير كريستيان، هذه محاوله لفائده فريق نيس الفرنسي من الجهه اليسرى، محاوله خطيره لكن تدخل للمدافع اسماعيل بن معلم، تعود مره اخرى للدفاع ديال فريق نيس الفرنسي. ديغار ديدي هذا هو العميد ديال فريق نيس الفرنسي اللي ذكرت بانه يعني حقق نتائج طيبه خلال الموسم الماضي باحتلاله للرتبه الرابعه في الدوري الفرنسي اللي كانت هناك يعني تنافس كبير، ولو ان باريس سان جيرمان اللي اكيد بانه قام بانتدابات كبيره كان يعني يقود ابراهيموفيتش فحقق اللقب مارسيليا في الرتبة الثانية، ليون في الرتبة الثالثة، ونيس في الرتبة الرابعة ب 64 نقطة، وبالتالي نيس كيبقى أكيد من الفرق اللي عندها تاريخ كبير على المستوى الفرنسي. كرة في وسط الميدان في الجهة اليمنى لاعب جيريمي، قلت بأنه مثل هذه المباريات مهمة، كيبان الجماهير الرجوية تريد متابعة فريق الرجاء البيضاوي المقبل على منافسات بقيمة كأس العالم للأندية وكذلك دوري أبطال إفريقيا. نتمنى بأنه الرجاء البيضاوي اللي حقق العديد من الألقاب أمن دكة الاحتياط ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي كما ذكرت أنه تعززت بالعديد من اللاعبين، يمكن ماشي نفس يعني نقول نفس الحجم اللي كان عليه فريق الرجاء الموسم الماضي، لأنه تقريبا زيد من 14 لاعب اللي عزوا التركيبة البشرية ديال فريق الرجاء، ولكن حتى الآن أربعة ديال اللاعبين فقط، صلاح الدين السبعي، ديوكاندال، كوليبالي وعصام الرقي، أكيد في انتظار أنه تحديد اللائحة النهائية من طرف محمد فاخر. زكريا الهاشمي كتضيع الكرة، لاعب مابيدي، هذه محاولة لفريق نيس الفرنسي، تمريرة خطيرة وتدخل محمد الحاج، محمد الحاج اللي كان رفقة المنتخب الوطني المحلي اللي تمكن من التأهل لكأس إفريقيا للمحليين التي ستقام بجنوب إفريقيا. محمد الحاج اللي كان إلى جانب عادل كروشي الحاضرين في التشكيلة الرسمية لفريق الرجاء البيضاوي، لجانب عبد الاله حافظ، محاوله لفريق نيس الفرنسي، محاوله خطيره وتدخل ديال محمد الحاج، كانت تسديده قويه ديال اللاعب كريستيان بريل، هذه محاوله فائده فريق الرجاء البيضاوي، بدر كشاني كتضيع منه الكره، كيسترجع الكره بدر كشاني في وسط الميدان، محسن متولي عميد الفريق، محسن متولي كيدخل، الحكم خلى الامتياز ولكن يعود للاعلان على ضربه خطا بعد تدخل ديال محسن متولي، كان تدخل قوي، لاحظوا يعني مشى متولي الكره ولكن ضرب الرجل ديال اللاعب كلود زيتزاك، بالتالي الحكم يعلن على ضربه خطا. كلود زيتزاك اللاعب الفرنسي 75 كيلوغرام من مواليد 1991، وبالتالي كيبقى لاعب صغير السن في صفوف فريق نيس الفرنسي. فريق نيس اللي حقق ثلاثة ديال المرات كأس فرنسا موسم 52، كذلك 1954 و1997 فيما حقق البطولة الفرنسية. هذه محاولة خطيرة لفائدة نيس الفرنسي، والقائم القائم الأيسر ينوب عن الحارس خالد العسكري، كانت محاولة بواسطة بيت جيريمي اللي كان قريب من تسجيل أولى أهداف هذه المباراة. فريق نيس الفرنسي اكيد بانه فريق كبير، وبالتالي المحاولات اللي يمكن تاح اللاعبين فبامكان يعني اللاعبين اللي كيمتازوا باحترافيه وتجربه كبيره انهم يوضعوا الكره، لاحظوا ما كانش هناك تسلل بتاتا لان محمد الحاج كان كسر التسلل تسديده، والقائم الايسر ينوب على الحارس خالد عسكري، ابرز محاوله خلال بدايه هذا اللقاء. لاحظوا كانت محاولة خطيرة بواسطة بيت جيريمي أمامنا اللي كان قريب من تسجيل الهدف الأول لفائدة فريق نيس الفرنسي، تمريرة طويلة من ديدي ديغار وشرط لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. قلت بأنه فريق نيس فاز أربعة ديال المرات بالبطولة الفرنسية مواسم 51 52 56 و 59،
وبالتالي من الفرق اللي عندها تاريخ مهم على مستوى كرة القدم الفرنسية. مرة أخرى كرة لفائدة فريق نيس. ماندين بالي كيلعب الكرة في وسط الميدان عند إيريك بوتيال، ومرة أخرى شرط لفائدة فريق نيس الفرنسي. أمامنا لاعب ديدي ديغار عميد فريق نيس الفرنسي. نيمبالي كرة في الجهة اليمنى، طريقة جميلة باش خدع الكرة اللاعب بيت جيريمي اللي كان صاحب أولى يعني المحاولات والتهديد للفريق الفرنسي. محمد أولحاج كيحصل على ضربة خطأ، تمنوا من الإيقاع ديال المباراة ارتفع بعد مرور 8 ديال الدقائق على بداية الجولة الأولى. دائما تعادل سلبي صفر لمثلي بين الرجاء البيضاوي ونيس الفرنسي في هذه المباراة الإعدادية الدولية. فريق نيس والآخر يستعد للموسم المقبل، أكيد برهانات كبرى رفقة المدرب مدرب كلود بويل 51 سنة، مدرب سابق لموناكو اللي فاز معاه بالبطولة الفرنسية موسم 2000. في نفس السنة وصل إلى نهائي كأس فرنسا كما فاز بالكأس الممتازة. دي محاولة لفريق الرجاء، بدر كشري ما تمكنش أنه يوصل الكرة، ذلك تضيع محاولة لفريق الرجاء. قلت بأنه يعني كلود بويل درب ليل الفرنسي 6 مواسم بداية من 2008-2009 ودرب ليون الفرنسي إلى غاية 2011 ليصبح مدربا رسميا بعد ذلك لنيس الفرنسي. مدرب كبير كلود بويل اللي في حديث قصير قال بأنه يعني أعجب بالجماهير المغربية وجماهير الرجاء على الخصوص، وهذه مناسبة أنه يتابع ويجري مباراة مع فريق كبير بقيمة فريق الرجاء البيضاوي. ضربة مرمى لفائدة فريق الرجاء. أكيد أن الكل كان كينتظر الموعد الكبير واللقاء التكريمي اللي كان من المقرر أن يجمع الرجاء البيضاوي بفريق بوكا جينيور الأرجنتيني، فريق الأم للنجم ديغو أرماندو مارادونا، والمطلوب هو الآخر للقلعة الخضراء. مشاكل تنظيمية إلى جانب مطالب مادية حالت دون تحقيق هذا الموعد، وهذه المواجهة الكبيرة احتفاء بلاعب كبير اسمه عبد المجيد الظلمي. ولكن يعني هناك تطمينات ومجهودات مبذولة كي تتحول بنود العقد إلى حقيقة على أرض الواقع، وقد يتحدد لها موعد حسب بعض المصادر القريبة من الرجاء قبل انطلاق الموسم الجديد. كما تم إلغاء يعني مباراة الرجاء أمام إسبانيول برشلونة اللي كان يعني المباراة كانت مبرمجة يوم 27 من الشهر الجاري، وذلك بسبب مشاكل يعني على مستوى البرنامج الإعدادي للفريق الإسباني كما تم الإعلان عليه في الموقع الرسمي للفريق الإسباني. إلى جانب أكيد المطالب المادية التي أصبحت مطالب كبيرة للفرق يعني المعروفة على الصعيد الأوروبي، هناك بعض المفاوضات لقناع بعض الأندية العربية لإجراء مباراة ودية في نفس الموعد. حديث أكيد عن أندية مولودية الجزائر، الزمالك المصري يعني يمكن رفض يعني لأنه عنده التزامات إفريقية، كذلك يعني هناك كذلك حديث عن فريق فيا ريال الوافد الجديد على الليغا الإسبانية. نعود مرة أخرى للمباراة. فيفيان مابيدي، زكريا الهاشمي، إسماعيل بالمعلم، كان في تجربة قصيرة مع بنياس الإماراتي، وبالتالي يعود مرة أخرى للقلعة الخضراء. كرة في وسط الميدان، برول كريستيان كتضيع منه الكرة، مشى محسن ياجور ولكن الأقرب لديغار ديدي اللي كيرجع الكرة لدافيد أوسبينا، حارس اللي عنده امكانيات وكذلك تجربه كبيره رفقه نيس الفرنسي لانه لعب بستة ديال المواسم رفقه نيس الفرنسي. كذلك كان سبق جاور اتلتيكو ناسيونال الكولومبي، حارس كما ذكرت عنده تجربه كبيره. دي محاوله في الجهه اليسرى راسيه ولكن فقط عند الدفاع ديال فريق الرجاء البيضاوي. بالمعلم خطا على مستوى التغطيه، التمريره والزاويه. كانت التمريرات ديال اللاعب بيير جيريمي حتى الان متحرك
ومحمد الفخير في حديث مع اللاعبين لأنه يعرف قيمة فريق نيس الفرنسي. أي محاولة بإمكاننا تعطي الهدف للفريق الفرنسي. إذن الزاوية أمامنا اللاعب فالنتين إسيريك. هذه نفذها دائرية رأسية وتدخل خالد العسكري. رأسية كانت خطيرة وتدخل جيد لخالد العسكري اللي كان في المكان والتوقيت المناسب. لاحظوا التمريرة كانت جيدة ورأسية للاعب تراوري مامان وتدخل خالد العسكري. كوكو شمس الدين الشطيبي. حتى الآن باقي ما تابعناش فريق الرجاء. فيفيان مابيدي، عادل كروشي، شمس الدين الشطيبي. تمريره جميله في الجهه اليمنى عند محسن متولي، ولكن الكره يعني طالت على محسن متولي. امامنا يعني دكه تحسيات فريق نيس الفرنسي. هناك العديد من اللاعبين، هناك بو بابا موسى اللاعب المالي، داو ساستيلانا فابيان، باتورين ستيفان، فيرونيس لوكاس، اسي جوردان، هناك سيت ستيفان وماني جوردين. كل هذو اللاعبين اكيد يمكن تتابعهم خلال الجوله التاليه. هذه محاوله في فريق الرجاء بداو محسن متولي. الرجاء في المقدمة وهدف أول للفريق الأخضر. محسن متولي يتمكن من تسجيل الهدف الأول. يعني كانت محاولة والطريقات ديال التمرير والسرعة في تنفيذ المحاولة تمكن من خلالها فريق الرجاء البيضاوي من تسجيل الهدف الأول بواسطة العميد محسن متولي. الدقة 13، لاحظوا التمريرة الجميلة من محسن ياجور. محسن متولي والقادمون من خلف، القوة والتقنية اللي تمكن من خلالها أنه يوضع الكرة محسن متولي في مرمى الحارس أوسبينا دافيد الذي لم يتمكن من إبعاد الكرة، وهدف أول للرجاء البيضاوي. هدف أعتقد أنه غادي سيشعل المباراة، وبالتالي سننتظر ردة فعل فريق نيس الفرنسي. هدف جميل لفريق الرجاء البيضاوي اللي اكيد ننتظر التوقيت والمكان اللي من خلاله انه محسن متولي اللي يتمكن انه يسلم من الجهه اليمنى وانه يوضع الكره في شباك الحارس أوسبينا دافيد. تقدم لرجاء 1-0. هل بامكاننا نتابع نفس الاحتفاليه اللي كانت امام فريق اتلتيكو بيلباو الاسباني بعد الفوز بثلاثه ديال الاهداف امامنا؟ لاحظوا الجماهير فريق الرجاء البيضاوي. كنقول بانه جماهير الرجاء دائما تطالب بالافضل، تطالب بالنتائج والالقاب، والاكيد بانه كجميع الانصار لكنها يعني تضع شرط انه يحفظ التاريخ وتحفظ التقاليد الرجاويه هي الفرجه حتى يكون الحضور اقوى يعني مما تم تسجيله في الاستحقاقات السابقه، حيث الارقام يعني يمكن نقول انه لم تكن موازيه للطموحات حتى الفريق في قمه الترتيب الموسم الماضي وحامل كاس الفضيه. ارجع يعني العديد من الانصار انه عدم الحضور للملعب كان لغياب الفرجه عن اغلب المباريات، حتى والفريق ينهي الموسم باقوى هجوم ونسبه تهديفيه جد مهمه. هكذا هي الفرق والانديه الكبيره، وهكذا هي جماهير فريق الرجاء البيضاوي. كره في وسط الميدان، كوكو الان اصبحت الفرجه والرجاء خضع الثقه. الكره في الجهه اليمنى، شطيبي لعب الكره عند محسن ياجور. محسن ياجور شنو يعمل؟ بامكانه التمرير. محسن ياجور محاولة جميلة، والطريقة كانت ذكية من محسن ياجور. يعني صحيح بانه اكثر من المراوغات كان بامكانه انه يوضع الكرة امام محسن متولي، ولكن لاحظوا ما سددش بالقوة، ولكن بغى يوضع الكرة لانه لاحظ بانه أوسبينا دافيد الحارس كان خارج على المرمى ديالو. اعتقد انه بداية يعني الاعصار الاخضر. محمد الحاج هدف أشعل المدرجات الآن، وكل الجماهير الآن تتابع وتساند فريق الرجاء البيضاوي. أكيد المقبل على مباريات قوية وحارقة سواء في دوري أبطال إفريقيا أو في كأس العالم للأندية، خصوصا من الاتحاد الدولي لكرة القدم
يعني وضع فريق الرجاء كطرف في المباراة الافتتاحية اللي كما يعرف الجميع بأنه ستقام بالمغرب في الفترة ما بين 11 و21 من شهر دجنبير بمدينتي مراكش وأكادير. وبالتالي فريق الرجاء البيضاوي المباراة الافتتاحية غتكون أمام منافس من نيوزيلندا أوكلاند سيتي بطل قارة أوقيانوسيا في الحادي عشر من دجنبير بملعب أكادير. يعني كما يعني تم يعني أنه الاتحاد الدولي أنه تجرى 4 ديال المباريات بملعب أكادير، 3 منها عن الأدوار التمهيدية وواحدة تخص يعني الدور النصف النهائي. أكيد بأنه بطولة العالم للأندية غادي تشهد مشاركة 7 فرق منها لحد الآن 4 فقط اللي ضمنوا المشاركة ديالهم، هي بايرن ميونخ بطل أوروبا، أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف، بالإضافة إلى فريق الرجاء البيضاوي المنتمي أكيد للبلد المنظم في انتظار تأهل 3 ديال الأندية أخرى، هي بطل آسيا، بطل إفريقيا وبطل أمريكا اللاتينية. بدر كشري، عادل كروشي، صعود عادل كروشي، مشى محسن ياجور، ولكن هناك خطأ لصالح ديغار ديدي العميد كيلعب الكرة بسرعة. نيمانجا بيتسينوفيتش، كرة في الجهة اليسرى عند اللاعب تراوري، كترجع الكرة لأوسبينا دافيد. حتى الآن ننتظر ردة فعل فريق نيس الفرنسي. هناك ضربة خطأ لفائدة بوتيال إيريك، خطأ كان واضح بالتالي تم الإعلان عنه. هناك العديد من وسائل الإعلام يعني الدولية الحاضرة لمتابعة هذا اللقاء، كذلك الفريق نيس الفرنسي الذي يتوفر على يعني صحيفة خاصة هي نيس ماتان، كذلك إذاعة فرانس بلو الحاضرة لمتابعة ورصد لهذه المباراة. أكيد أنه كان يعني الإعجاب كبير بالجماهير كذلك بالأجواء التي تحيط بهذه المباراة، أنهم كيعرفوا بشكل كبير كرة القدم المغربية والأندية المغربية بما فيها الرجاء، الوداد، البيضاويين، كذلك الجيش الملكي. أكيد بأنه هذه مناسبات لأخذ تجربة من فرق كبيرة بقيمة نيس الفرنسي. تابعنا أتلتيكو بيلباو، تابعنا يعني فريق برشلونة الإسباني، الوداد البيضاوي مقبل على مباراة مهمة في الثالث من الشهر المقبل أمام فريق مالاغا الإسباني هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس، وهي كذلك مناسبة لمتابعة فريق كبير بقيمة مالاغا. نتمنى أن نتابعوا نفس الجماهير التي تحضر لهذا اللقاء. لاحظوا بأن كل المدرجات الآن أصبحت مملوءة، يعني أزيد من 35 ألف متفرج تحضر لمتابعة هذا اللقاء. هناك ضربة خطأ، بوتيال إيريك هو اللي غادي ينفذ ضربة خطأ أكيد داخل مربع العمليات، كتف تدخل للدفاع إسماعيل بن معلم، شمس الدين الشطيبي كتضيع منه الكرة، كترجع مرة أخرى لفائدة فريق نيس الفرنسي. دافيد أوسبينا، أمامكم نتيجة 1-0 بعد مرور الآن 21 دقيقة. كرة في الجهة اليسرى، فريق الرجاء كيحاول أنه يملأ وسط الميدان وبالتالي الاعتماد على المحاولات المضادة. الكرة في الجهة اليمنى عند بيات جيريمي في صراع مع بدر أكاشاني، والحكم كيقول بأن هناك شرط لفائدة فريق نيس الفرنسي، كتنفذ بسرعة. بويل غريغوري، تدخل زكريا الهاشمي، زكريا الهاشمي اللي كياخذ المكان ديال رشيد سليماني المصاب،
الى جانب اسماعيل كوشام وفتح بوخريس، الثلاثه ديال اللاعبين اللي كيغيبوا عن هذه المواجهه للاصابه، في حين يعني تم يعني فك الارتباط بالعميد امين الرباطي، اللاعب اكيد اللي ارتبط الاسم ديالو بشكل كبير مع فريق الرجاء البيضاوي، والالقاب اللي تمكن امين الرباطي انه حققهم مع فريق الرجاء، وبالتالي الارتباط تم فكه بطريقه وديه مع فريق الرجاء البيضاوي. اكيد انه غادي يبقى امين الرباطي واحد من ابرز اللاعبين اللي يعني عرفتهم القلعه الخضراء. الكره في الجهه اليمنى، محسن متولي كيلعب كره مع محسن ياجور، كوكو الى جانبه فيفيان مابيدي كيلعب كره مره اخرى عند محسن متولي، صعود زكريا الهاشمي تمريره، ولكن الطريقه يعني كانت جميله انه يلعب الكره مع محسن ياجور، ولكن مشات فقط للحارس دافيد اوسبينا. تراوري مامان، كره في وسط الميدان، إسريك فالنتين، كرة في الجهة اليسرى، مراوغة جميلة دائما محاولة في وسط الميدان مرة أخرى لفائدة لاعب تراوري. تغيير اتجاه عند بيت جيريمي، بويل غريغوري، دائما محاولة كترجع الكرة لفائدة فريق الرجاء البيضاوي بطريقة جميلة. عادل كروجي، شمس الدين الشطيبي، عادل كروجي كيلعب الكرة مع بدر كشاني، بدر كشاني مامو ثلاثة ديال اللاعبين، بدر كشاني مشى وضربة خطأ، بالفعل ضربة خطأ لفائدة فريق الرجاء البيضاوي، كانت طريقة جميلة باش مشى بدر كشاني. ذكر بانه اللاعب بويل غريغوري هو ابن للمدرب كلود بويل، بالتالي هو حاضر في التشكيله ديال فريق نيس الفرنسي. طريقه جميله باش خضع الكره اللاعب مابيدي، اكيد بانه كل لاعب الان مطالب باش انه ياكد الجاهزيه ديالو، وبالتالي انه يكون في اللائحه النهائيه ديال فريق الرجاء البيضاوي، وكل لاعب يريد انه يكون حاضر رفقة الرجاء في كأس العالم للأندية من التظاهرات الكبيرة، وكل لاعب كيبغي يحضر هذه التظاهرة، وبالتالي الصراع سيكون ضاري على كل يعني مكان داخل فريق الرجاء البيضاوي للحصول على الرسمية. محسن متولي، كرة كتخرج للشرط دائما لفائدة فريق الرجاء البيضاوي، يتنفذ الشرط. زكريا الهاشمي، محسن متولي، الحكم كيقول ما كاينش هناك خطأ عند لاعب نيمانينجا، كتمشي الكرة عند لاعب بويل غريغوري، قلت لاعب وابن المدرب، كرة في الجهة اليسرى، هذه محاولة لفائدة فريق نيس الفرنسي، ولكن فقط تدخل ديال لاعب اسماعيل بالمعلم محمد الحاج. خالد العسكري مرة أخرى، اسماعيل بالمعلم، كوكو، كوكو اللي قدم مباريات كبيرة رفقة فريق الرجاء البيضاوي، أمامنا اللاعب كوكو يعني محرات وسط ميدان فريق الرجاء البيضاوي، يمكن نعتبره من ابرز لاعبين ديال وسط الميدان خلال الموسم الماضي. فيفيان مابيدي، تمريره طويله، البحث عن محسن ياجور، هذه محاوله بدر كشاني بامكانه تمرير محسن ياجور، هذه محاوله محسن متولي مره اخرى، شو غادي يعمل محسن متولي؟ وبدر كشاني كان بامكانه ان يوضع الكره في الشباك، كانت محاولة سانحة لتسجيل محسن متولي، يسدد تدخل الحارس دافيد اوسبينا، وبدر كشاني بقليل من الحظ كان بامكانه ان يوضع الكرة في الشباك. لاحظوا محسن ياجور ما زاد ما نقص، وضع الكرة امام محسن متولي، وبدر كشاني يعني يضيع هدف، كان محقق هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء البيضاوي، يمكن نقول بانه نفس الطريقة بنفس يعني كانت تمريرة
من محسن ياجور لمحسن متولي، وبالتالي محاولة أخرى يعني كانت سانحة لتسجيل فائدة فريق الرجاء البيضاوي، فيما بيت جيريمي كيحصل على ضربة خطأ على مشارف مربع العمليات أو اللاعب إتيريك فالنتين، واللي حصل على ضربة خطأ كانت مراوغة يعني لحسن الحظ أنه ما دخلش داخل مربع العمليات. ضربة خطأ خطيرة على مرمى الحارس خالد العسكري وراء الكرة، هناك بوتيار إيريك اللي كيسدد بقوة بالرجل اليسرى، كذلك هناك لاعب فالنتين اللي وراء الكرة. غادي نتابعوا ضربة خطأ، حكم كيطلب من اللاعبين انه يعطيو الامتار القانونيه بالنسبه للحائط الصد. محاوله خطيره لفريق نيس الفرنسي، للاعب اعتقد بوتيال اريك هو اللي غيسدد، لانه كيسدد بالرجل اليسرى. بالفعل كيسدد، ما مشاتش بعيد على القائمه الايسر، قلت بانه يسدد لاعب إيريك بالرجل اليسرى، بالفعل سدد والكرة ما مشاتش بعيد على القائم الأيسر لمرمى الحارس خالد العسكري، وبالتالي كانت محاولة خطيرة لفائدة فريق نيس الفرنسي. كيبان هو اللي غادي يدفع اللاعبين للهجوم، تنظيم جيد رجال الامن وكل السلطات المحليه، يعني قامت بدور كبير حتى انه الدخول ديال الجماهير يكون دخول سلس، خصوصا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. وبالتالي يعني الشكر خاص لكل المنظمين خلال هذه المباراه الدوليه. كانت محاوله لبدر كشاني، ما كانش هناك خطا، ما كانش هناك خطا. حكم يعني كيطلب من طبيب فريق الرجاء البيضاوي، لان كان سقوط ديال بدر كشاني اعتقد على مستوى الكتف. الرجاء البيضاوي اللي قام بمعسكر بهنغاريا على ضوء الاتفاقيه التي اضحت تجمعه بالفريق الهنغاري، والتي تكللت باقامه مباريات وديه مهمه، كما كان للتجمع حسب المدرب محمد فاخر إضافة نوعية للمجموعة الرجوية التي كانت تخوض ثلاثة ديال الحصص يومية، حصة صباحية لتقوية العضلات، وحصة منتصف النهار للجانب البدني، وحصة مسائية تخصص للجانب التقني. أكيد بأنه تابعنا اللاعب كوليبالي إدريسا كوليبالي لعز صفوف فريق الرجاء البيضاوي المدافع المالي، أكيد بأنه غتكون عنده إضافة يعني بالنسبه لدفاع ديال الفريق الرجاء البيضاوي. الصراع غادي يكون كبير الى جانب يعني بالمعلم مع فتاح بوخريس محمد بولحاج، اللي كلهم غادي يشكلوا الدفاع ديال الفريق الرجاء البيضاوي. يعني تواجد ديوكاندا اللاعب الكونغولي اللاعب السابق لمازيمبي، واحد من ابرز اللاعبين على المستوى الافريقي، يعني من المنتظر انه يعطي الاضافه النوعيه لهجوم ديال الفريق الرجاء البيضاوي. عصام الراقي من اللاعبين اللي عندهم مؤهلات كبيره على المستوى وسط الميدان، فالفريق الرجاء البيضاوي يعرف بانه القوه ديال اي فريق تكمن كذلك في وسط الميدان، لجانب صلاح الدين السبعي اللي سيكون حاضر رفقه المجموعه الرجويه، لاعب سابق لفريق نيم الفرنسي. كره في وسط الميدان، ديغار ديدي، كره في الجهه اليمنى، بيت جيريمي كي بغى يمرر، ولكن كضرب الكره في عادل الكروجي، ومره اخرى الزاويه لفائده فريق نيس الفرنسي من الجهه اليسرى لمرمى الحارس خالد العسكري. حذاري من الضربات الثابته، فريق نيس الفرنسي يجيد الضربات الثابته سواء على مستوى ضربات الاخطاء او ضربات الزوايا. غادي نتابعوا هذه الزاويه، لاحظوا صعود كذلك نيمانتشا بيتينوفي مدافع القوي، بسرعه كترجع الكره لفائده فريق الرجاء البيضاوي. مراوغه جميله ديال محسن المتولي، ولكن كتضيع الكره تعود مره اخرى لفائده فريق نيس الفرنسي. بيتينوفيتش نيمانجا كيلعب الكره في الجهه اليسرى دائما لفائده فريق نيس الفرنسي، كتضيع الكره ولكن كيسترجعها العميد ديدي ديغار. تمريره وهناك تسلل، بالفعل كان تسلل على اللاعب بيت جيريمي.
مباريات اعداديه. لاحظوا محمد فخير لانه كل مباراه اعداديه والا غادي تعطي الصوره للطاقم التقني لفريق الرجاء البيضاوي، لانه الرجاء خصو يكون اكيد قوي وكذلك متراس الخطوط، لانه مقبل على تدور بقيمه دوري ابطال افريقيا، ونتمنوا بانه يكون حضور قوي خصوصا يعني الموسم الماضي خروج المغرب التطواني من الدور الاول امام ممثل الكره السنغاليه، كذلك خروج فريق الفتح الرباطي امام سويسبور الايفواري ممثل الكره الايفواريه. فنتمنوا بانه الرجاء اللي عنده تقاليد في دوري ابطال افريقيا انه يتمكن من الوصول للادوار النهائيه. والاحتفاليه الان في المدرجات كيبنوا احتفاليه كبيره لجماهير فريق الرجاء البيضاوي، وقوه كل فريق انه يعني من القوه ديال الجمهور ديالو اللي كيبنه كيعطي دفعه كبيره للاعبين، حتى اللاعبين ديال يعني فريق نيس الفرنسي كيقوموا بتسخينات والاعين ديالهم على المدرجات، يعني صوره جميله. وهذا كيبين بانه هناك انبهار بالاجواء التي تحيط الان بالمباراه. كره عند خالد عسكري، حداري خالد عسكري كيلعب كره عند عادل كروشي، اسماعيل بالمعلم، بدر كشاني كيسترجع اللاعب محسن متولي كيغير المكان ديالو من الجهه اليمنى للجهه اليسرى، وشرط لفائده فريق الرجاء البيضاوي. حنا كنعجلوا الان 33 دقيقه، دائما تقدم فريق الرجاء البيضاوي بواحد 1-0 امام نيس الفرنسي. هناك تقريبا غادي يكون تغيير ديال الكره، الحكم الرابع يعني مصطفى عريش كيطلب يعني تغيير كره امامنا المدرب كلود بويل، اكيد بانه غادي يكون غير راضي حتى الان على النتيجه ديال المباراه. صحيح بانه مباراه اعداديه ولكن مباراه دوليه، كنعرفوا الانديه الكبيره دائما يعني يهمها تحقيق نتائج طيبه ونتائج ايجابيه. تمريره في الجهه اليمنى، الكره ما خرجتش، عادل كروشي اكيد جاهز بدنيا، صحيح انه ما خداش فتره ديال الراحه الى جانب محمد الحاج وعبد الى حفيظ اللي كانوا رفقه المنتخب الوطني المحلي، يعني الى جانب كل اللاعبين اللي حقوا التاهيل وبالتاهيل. وبهذه المناسبه كان يعني نتمنوا بانه المنتخب المحلي انه يقدم اقوى العروض في البطوله الافريقيه. هذه محاوله فائده فريق الرجاء البيضاوي، بدر كشاني لعب كره مع عادل كروشي كطيع منه الكره، كان تدخل ديال اللاعب بويل غريغوار، فيفيان مابيدي محمد الحاج، اسماعيل بالمعلم عند لاعب كوكو، زكريا الهاشمي طريقة جميلة باش لعب زكريا الهاشمي في الجهة اليمنى عند شمس الدين الشطيبي، كان تدخل ديال بيتسينوفيتش نيمانجا، وشرط لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. حكم قال لفائدة فريق الرجاء بالفعل. محمد الحاج بالمعلم، شطيبي، كوكو عن فريق نيس الفرنسي. صباح كي ملأ أكثر وسط الميدان، شمس الدين شطيبي، مابيدي إلى جانب عادل كروشي، مابيدي لعب الكرة مع شمس الدين شطيبي، كوكو طريقة جميلة الآن تمريرات بين لاعبي ديال فريق الرجاء البيضاوي. هذه محاولة لفائدة فريق الرجاء البيضاوي، مراوغة جميلة، تمريرة وتدخل ديال العميد ديغار ديدي اللي كيبعد الكرة، كترجع مرة أخرى لفائدة فريق الرجاء. زكريا الهاشمي مشى محسن يجر، صراع كبير مع ديغار ديدي اللي كيتمكن انه يخرج الكره للشرط، شرط لفائده فريق الرجاء البيضاوي. لاحظوا الملامح ديال المدرب كلود بويل، يعني غنيه عن كل تعليق. الهاشمي
بغى يمرر عند محسن ياجور كي كتضيع الكره. اصبح مره اخرى لفائده فريق نيس الفرنسي عند برول كريستيان تراوري كيلعب الكره عند بويل غريغوار مره اخرى اوسبينا دافيد كرة في وسط الميدان كتوصل لبيت جيريمي. بيت جيريمي لاعب ذو امكانيات كبيره. الكره الان في الجهه اليسرى صعود اربعه ديال اللاعبين كتمرر خطيره 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 وتدخل محمد الحاج. لو مرات الكره اعتقد انه كانت تشكل خطوره على مرمى الحارس خالد العسكري وتدخل محمد الحاج اللي كيبعد الكره. لاحظوا يعني التمريره لو مرات الكره كان هناك تواجد ديال بريل كريستيان اللاعب البلجيكي اللي كان بامكانه انه يشكل الخطوره. بريل كريستيان لاعب غونتواز وكذلك ويسترلو البلجيكي كتلعب الزاويه راسيه تدخل ديال الدفاع. شمس الدين الشطيبي الان مرتد هجومي. بدر كشاني كنعرفوا السرعه ديال بدر كشاني كيمرر ولكن فقط لاشرت بغى يمرر شمس الدين الشطيبي كتضيع الكره ترجع مره اخرى لفريق نيس والحكم يعني كيوقف المباراه يعني في حديث مع محمد فاخر الحكم نور الدين الجعفري يعني اكيد في حديث مع محمد فاخر لانه يمكن محمد فاخر طالب بان هناك ضربه خطا لفائده بدر كشاني. لاحظوا مره اخرى يعني لاحظوا يمكن كان هناك دفع على اين الحكم كان قريب من العمليه دان كتعطى الاسعافات الاوليه جانب من الجماهير الحاضره. الاسعافات الاوليه كتعطى زكريا الهاشمي مدافع الايمن ديال فريق الرجاء البيضاوي امامنا دكات الاحتياط بما فيها عبد الاله حفيدي امامكم ديوكوندا لاعب مازيمبي الكونغوري كذلك يعني اللاعب والمدافع كوليبالي اللاعب المالي ادريسا كوليبالي صفقات الجديدة ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي مرة أخرى دخل بقوة ولكن انتدابات يمكن نقول بأنه كانت فقط يعني في المراكز اللي غادي يحتاجها المدرب محمد فخر. محاولة راسية وتدخل جيد كان تدخل جيد ديال الدفاع اللي بعاد الكرة. أنا بدينا كنلمسوا بعض الشيء بعض الخطورة ديال فريق نيس الفرنسي. كوكو محسن ياجور خدع الكرة ولكن فقط لديدي ديغار في وسط الميدان. مامان تراوري عند لاعب كريستيان بريل بغى يمرر في اتجاه بيت جيريمي ترجع مرة أخرى لفائدة فريق نيس الفرنسي. في الجهة اليمنى إسيريك فالنتين شي فقط عند الدفاع ديال فريق الرجاء فيفيان مابيدي. شمس الدين الشطيبي حذاري من اخطاء المستوى مربع العمليات. بدر كشاني عادل كروشي لابد من اخراج الكره من هذا المنطقه. عادل كروشي كيبعاد الكره شي فقط لديغار ديدي ان لي نهج تكتيكي ديال الفريق الفرنسي يعني كيعتمد على ملء وسط الميدان ومحاوله يعني الوصول اقرب وقت لمرمى الحارس خالد العسكري. كره في الجهه اليمنى بيت جيريمي كيلعب الكره هذه خطيره لفائده فريق نيس الفرنسي. برويل كريستيان مره اخرى كترجع الكره لبويل غريغوار كي مرر هذه محاوله خطيره 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 تزيد تدخل جيد ديال اسماعيل بن معلم وكذلك زكريا الهاشمي لابعاد الكره. الكره طويله نحو اللاعب محسن ياجور ولكن شرط لفائده فريق نيس الفرنسي. لاحظوا كانت تمريره راسيه تدخل ديال اسماعيل بن معلم مره اخرى. لاحظوا الطريقه يعني باش لعب الكره لاعب كريستيان بريل والتدخل ديال الدفاع لابعاد الكره. فريق نيس الفرنسي يحاول خلال اربع دقائق الان الاخيره لتسجيل هدف التعادل
على الأقل إنهاء الجولة الأولى يعني متعادلا. بوتيال إريك، هذه محاولة، ما كاينش هناك تسلل، تسديدة، تدخل ديال اللاعب إسماعيل بن معلم حتى الآن الذي يقود الدفاع ديال فريق الرجاء البيضاوي. تمريرة رأسية، تسديدة قوية ولكن بعيدة، بعيدة على مرمى الحارس خالد العسكري. كانت تسديدة ديال لاعب كريستيان بريل، اللاعب البلجيكي في صفوف فريق نيس الفرنسي. لاحظوا التحضير كان جيد بالرأس ولكن التسديدة مشات بعيدة أمام أنظار المدرب كلود بويل. ضربة مرمى، التنافس كان كبير خلال الموسم الماضي خصوصا بين فريق الرجاء البيضاوي والجيش الملكي. السرعة النهائية يعني كانت لفائدة فريق الرجاء البيضاوي ليحقق نتائج طيبة خلال الموسم المنصرم والذي تكلل الفوز بالثنائية البطولة والكأس وبالتالي الازدواجية. هذه محاولة من الجهة اليمنى، التمرير ديال بويل غريغوار والتدخل ديال عادل كروشي والزاوية لفائدة فريق نيس الفرنسي الذي يبحث عن هدف التعادل أمام اللاعب إسيريك فالنتين. صعود 5 ديال اللاعبين، رأسية ودائما الزاوية، محمد الحاج يدخل أمام اللاعب بي جيريمي. لاحظوا الزاوية تنفذت في القائم الأول، لاحظوا يعني كيبنوا هادو يعني أشياء يعني كتكون في هذه محاولة، محاولة خطيرة بواسطة مامان تراوري اللي كان قريب من تسجيل هدف التعادل. هذه محاولة تسلل وتسلل على محسن ياجور، يعني كيف انه يمكن تابعوا الإعادة لأنه الوقت أعتقد اللي خرجت الكرة واش كان محسن ياجور متسللا، لأن كانت محاولة يعني لو ما رفعش الحكم يمكن محسن ياجور غادي يكون رأسا لرأس مع أوسبينا دافيد على إين. كترجع الكرة لديدي ديغا الجهة اليمنى، كريستيان بريل ما خرجاش الكرة، تراوري مامان في وسط الميدان عند لاعب ميندي نامبالي، وأعتقد ضربة خطأ بالفعل، ضربة خطأ لفائدة فريق نيس الفرنسي. كانت محاولة بواسطة لاعب بي جيريمي اللي يتحرك بشكل كبير على مستوى الخط الأمامي ديال فريق نيس الفرنسي. ضربة خطأ، فريق نيس حتى الآن يشكل الخطورة على مستوى الضربات الثابتة. غادي نتابعوا ضربة خطأ التوالي الأخيرة من الوقت الأصلي للجولة الأولى. هذا مرتد هجومي، بدر كشاني بإمكانه أنه يلعب الكرة مع محسن ياجور، كيلعب كرة في وسط الميدان عند كوكو مرة أخرى. كوكو في وسط الميدان كيمرر، ما كاينش هناك تسلل على اللاعب محسن متولي، لأنه الوقت اللي خرجت الكرة يعني محسن متولي كان وراء المدافعين على أيين. يعني دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع للجولة الأولى. دائما تقدم فريق الرجاء البيضاوي ب1-0، هدف محسن متولي في حدود الدقة 13، هدف حتى الآن ليعطي التقدم للرجاء البيضاوي أمام فريق نيس الفرنسي. زكريا الهاشمي، متولي بغى يلعب بالكرة مع محسن ياجور ولكن كترجع فقط عند اللاعب بيت جيريمي. هناك خطأ ولكن الحكم نور الدين جعفري خلع الامتياز مادام الكرة كانت لفائدة لاعبي فريق نيس الفرنسي، ولكن نعتقد أنه هناك يعني لابد من دخول الطاقم الطبي لأنه اللاعب بيت جيريمي مازال ساقط على الأرض. فريق نيس الفرنسي اللي اكيد من الفرق اللي
تاريخ كبير على مستوى كرة القدم الوطنية. وفاد الأدناء حكم المباراة يولي الجولة الأولى بتقدم فريق الرجاء البيضاوي بهدف ليلى جاي، هدف محسن متولي اللي كان في حدود الدقيقة 13. وبالتالي فريق الرجاء البيضاوي اللي يمكن نقول بأنه قدم جولة أولى طيبة أمام فريق بقيمة نيس الفرنسية. أكيد كنتابعوا الطريقة اللي جا بها الهدف بعد تمريرة جميلة من محسن ياجور، ومحسن متولي أحسن يعني التعامل مع الكرة ويوضع الكرة في شباك الحارس أوسبينا دافيد. أكيد تمنوا بأنه الجولة الثانية تكون أبرز وأفضل من أكيد نتابع يعني الصورة الخاصة بالتذكار اللي الآن يقدم من طرف جمعية قول ميم وخالد علي الذي يقدم تذكار لمحسن متولي عميد فريق الرجاء البيضاوي، وبالتالي لكل مكونات فريق الرجاء البيضاوي. أكيد بأنه بعد يعني الاتفاقية اللي صحت الآن تجمع كذلك مع يعني جمعية المحبين ديال فريق الرجاء وكذلك يعني مسؤولي ديال فريق الرجاء والجمعيات خصوصا في المناطق الصحراوية بما فيها يعني مدينة قول ميم. إذن 1-0 يعني هي نتيجة الجولة الأولى لما التحق بنا لمتابعة هذه المباراة بين فريق الرجاء البيضاوي وفريق نيس الفرنسي. الرجاء وجماهير الرجاء التي تحتفل باللقب الخاص بالبطولة الاحترافية وكذلك بكأس العرش وبالتالي الازدواجية ديال الموسم الماضي وكذلك التحضير للموسم الجديد الذي سيكون برهانات خاصة خصوصا والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية التي ستقام ببلادنا بكل من مراكش وأكادير. وبالتالي فريق الرجاء البيضاوي يحضر للموسم الجديد بعد يعني المعسكر الذي كان بهنغاريا أكيد على ضوء الاتفاقية اللي تجمع بين الفريق الهنغاري وفريق الرجاء البيضاوي. من خلاله كان العديد من المباريات الودية، صحيح يعني النتيجة ما كتهمش أكثر من التأقلم. الآن هناك تغيير، دخول عصام الراقي الوافد الجديد على القلعة الخضراء. عصام الراقي اللاعب السابق للجيش الملكي وللعديد من الأندية بالدوري السعودي، وبالتالي أول ظهور لعصام الراقي بقميص فريق الرجاء البيضاوي. أكيد يعني غادي نشوفوا المكان من دخل عصام الراقي، أعتقد مكان اللاعب شمس الدين أشطيبي. إذن خروج شمس الدين أشطيبي ودخول عصام الراقي لأنه حتى يعطي إضافة أخرى لوسط ميدان فريق الرجاء البيضاوي، خصوصا بأنه يعني الجولة الأولى يمكن نقول بأنه فريق نيس الفرنسي كان قريب من تسجيل هدف التعادل. فريق نيس الفرنسي أعتقد بأنه لم يطرأ على يعني التشكيلة ديالو أي تغيير، كل اللاعبين اللي تابعناهم خلال الجولة الأولى يعني حاضرين خلال هذه الجولة الثانية. أو تغيير واحد، دخول لاعب ماني جوردان يعني رقم 2 الآن لأمام محسن متولي، وشرط لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. أمامنا ماني جوردان اللي دخل منذ قليل للتشكيلة ديال فريق نيس الفرنسي، لأن حتى الاتفاق اللي مع يعني المدربين هو أنه هناك يعني تغييرات مفتوحة بالنسبة للفريقين. فيفيار مابيدي وزاوية، زاوية لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. دخول ياسين الصالحي وخروج بدر كشاني، هذا تغيير ثاني في صفوف فريق الرجاء البيضاوي. رأسية ولكن فقط مشات عند لاعبي ديال الفريق نيس الفرنسي. دي محاولة من الجهة اليسرى عند لاعب بروين لويجي، والآخر دخل خلال هذه الجولة الثانية في صفوف فريق نيس الفرنسي. أكيد بأنه المدرب كلود بويل يريد العودة في نتيجة المباراة. إذن دخول لاعب لويجي، لويجي بروينز لاعب الهولندي
لاعب سابق لفينورد روتردام واكسي لوسيور روتردام، كذلك لعب لفريق النمساوي، لاعب اللي عنده امكانيات كبيره، وبالتالي انضم للتشكيله ديال فريق نيس الفرنسي خلال هذه الجوله الثانيه. كره في الجهه اليسرى عند لاعب ماني جوردان، كيرجع الكره لاعب ستيفان سيت زكريا الهاشمي، مره اخرى لفائده فريق نيس الفرنسي. هذه محاوله ماني جوردان، ولكن تدخل محمد الحاج، كره في وسط الميدان. هناك لاعب رافرت رامانيا، هذا لاعب اخر اللي دخل خلال هذه الجوله، لاعب رقم سبعه، لاعب رافيت رانيانا. كل هذه تغييرات للمدرب كلود بويل، يعني ينتظر منه شيء كثير خلال الجوله الثانيه لتغيير النتيجه. قلت بانه فريق نيس الفرنسي ينتظره وتنتظره العديد من المباريات الهامه وكذلك الاستحقاقات بما فيها الدوري الفرنسي وكذلك كاس فرنسا، خصوصا يعني بتواجد انديه كبيره كفريق باريس سان جيرمان، كذلك فريق مارسيليا، ليون الفرنسي، بوردو، كلها فرق كبيره، وبالتالي لابد من التحضير الجيد. نيس الفرنسي عنده تقاليد كذلك مع كرة القدم الوطنية، لأنه هناك العديد من اللاعبين اللي سبق لهم حملوا القميص ديال الفريق نيس الفرنسي. البداية كانت بالمرحوم عبد الرحمن بالمحجوب، كذلك مصطفى الحداوي اللي سبق له أنه حمل ألوان ديال الفريق نيس الفرنسي بموسم يعني 88 إلى موسم 90، محمد الشاوج لاعب سابق كذلك للمنتخب الوطني المغربي سبق له انه حمل يعني فريق نيس الفرنسي، اللي سبق له كذلك المشاركه في كاس محمد الخامس. اكثر من ذلك هناك تواجد الكاس يعني في المتحف الخاص لفريق نيس الفرنسي، وهذه بالتالي اكيد بانه هناك علاقه وطيده بين الكره الفرنسيه والكره المغربيه. هذه محاوله، هناك تسلل على اللاعب محسن متولي، يعني كانت طريقة جميلة خلال التمرير، ولكن محسن متولي يعني كان متسللا. كرة عند العميد ديغار ديدي، رافيت رانيانا، بداية حتى الآن ليست يعني كمثيلتها بالنسبة للجولة الأولى. هذه محاولة لفائدة فريق نيس الفرنسي، تمريرة خطيرة 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 خطيرة، كانت محاولة سانحة للتسجيل، كانت محاولة خطيرة لفائدة فريق نيس الفرنسي، محاولة كانت بواسطة لاعب أستي جوردان، كان بامكانه انه يسجل الهدف. لاحظوا بانه حتى رده فعل ديال كلود بويل، انه لاحظوا انه قال بانه لابد ان كان بامكان اللاعب انه يضرب الكره بالراس وليس بالرجل، وبالتالي يعني اكيد بانه كلود بويل كان كذلك من اللاعبين يعني اللي عندهم مهارات، وبالتالي لاحظنا رده فعل انه كانت محاوله سانحه للتسجيل بواسطه أستي جوردان. كره عند محسن ياجور، ياسين الصالحي كتضيع منه الكرة، ولكن حصل على ضربة خطأ في وسط الميدان، اللي ارتكب الخطأ هو سيت ستيفان. مرة أخرى الكرة في الشرط، زكريا الهاشمي، كوكو، محسن متولي كتضيع منه الكرة، كيصبح مرتد هجومي. محاولة خطيرة في الجهة اليسرى، أستي جوردان مشى غادي مرار، ولكن تدخل جيد لمحمد الحاج. محسن متولي كيلعب الكره طويله عند محسن ياجور، يعني وسط جوج ديال اللاعبين، كذلك القياده ديال
اللاعب ليوس غوتي يصبح الان عميد الفريق بدل لاعب ديدي ديغار. العديد من التغييرات الان في صفوف فريق نيس الفرنسي، بالتالي لتجريب عدد اكبر من اللاعبين. عصام الراقي، طريقة جميلة باش خدع الكرة، مراوغة جميلة، ما كاينش هناك تسلل، مشى محسن ياجور، محسن ياجور، شنو غيعمل؟ محسن ياجور! وتدخل ديال الحارس، محسن ياجور كان بإمكانه تسجيل الهدف. محسن ياجور يضيع محاولة كانت سانحة للتسجيل. وتدخل الحارس فيرونيس لوكاس اللي خدع المكان ديال أوسبينا دافيد. مرة أخرى محاولة تدخل ديال الدفاع اللي كيخرج الكرة للزاوية، أعتقد أنه كانت محاولة سانحة للتسجيل لمحسن ياجور. واللي عرفت تدخل ديال الحارس فيرونيس لوكاس اللي كما ذكرت خدع المكان ديال الحارس اللي أكيد منه الحارس الأول ديال فريق نيس الفرنسي أوسبينا دافيد، اللاعب اللي قلت بأنه لاعب سابق لأتلتيكو ناسيونال كولومبي ولعب 6 ديال المواسم مع نيس الفرنسي. غادي نتابعوا الزاويه بواسطه ياسين الصالحي. الحكم كيطلب من ياسين الصالحي انه يوضع الكره يعني داخل الدائره على اي ياسين الصالحي. كي مره راسيه دائما خطر لفائده فريق الرجاء البيضاوي، مشى محسن متولي ولكن الكره كتخرج للشرط، شرط لفائده فريق نيس الفرنسي. لاحظوا احتفالية كبيرة لجماهير فريق الرجاء البيضاوي، أكيد بأنه تحتفل بما حققه فريق الرجاء خلال الموسم الماضي وانتظارات كبيرة خلال الموسم المقبل الذي يحمل رهانات كبيرة ليس فقط لجماهير الرجاء ولكن لجماهير المغربية ولكرة القدم الوطنية خصوصا على مستوى دوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية أمام أندية كبيرة. من المنتظر أن تحضر لأرض الوطن على رأسها أكيد بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، وكذلك الفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي سيكون أول اختبار لفريق الرجاء البيضاوي خلال كأس العالم للأندية. كرة في الدفاع ديال فريق نيس الفرنسي. في وسط الميدان عند لاعب رافيد ترانيانا. هذه محاولة في الجهة اليسرى عند لاعب ستيفان باوكين. كتضيع منه الكرة، كترجع مرة أخرى للحارس فيرونيس لوكاس. فريق نيس الفرنسي يحاول الآن الوصول للمرمى. فريق الرجاء البيضاوي يحاول يعني الاعتماد على المرتدات الهجوميه، فيما المدرجات الان اصبحت يعني يمكن نقول بانه هناك شعله خاصه وهناك اضاءه خاصه، وبالتالي المدرجات بحله يعني خلال هذه الامسيه الرمضانيه. مثل هذه المباريات مهمة سواء على مستوى الإشعاع ديال كرة القدم الوطنية على المستوى الدولي، لأنه العديد من وسائل الإعلام الدولية حاضرة لمتابعة هذه المباراة، كذلك لأخذ المزيد من التجربة بالنسبة للاعبين سواء ديال فريق الرجاء البيضاوي ونتمنوا كذلك ديال باقي الأندية، لأنه ذكرت بأنه هناك مباراة مقبلة لفريق الوداد البيضاوي هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس أمام فريق مالاغا الإسباني اللي فاز بالصفقة ديال بوبلي أندرسون، وبالتالي سيحضر للمغرب من أجل إجراء مباراة ودية. فريق المغرب التطواني والآخر سيكون يعني في دوري بإسبانيا أمام أندية إسبانيا اللي اعتاد انه يجري معاه بعض المباريات قبل بدايات الموسم.
واعتقد بانه الاستعداد الجيد للانديه الوطنيه بامكان نتابعوا نسخه جديده ديال البطوله الاحترافيه. هذه محاوله محسن ياجور بامكانه انه يمرر. محسن ياجور دائما دخل داخل مربع العمليات كيمرر عند فيفيان مابيدي كوكو اشو عماد بكره تسديد. هذه محاوله ولكن الزاويه كانت محاوله سانحه لتسجيل للاعب كوكو. كانت مراوغة جميلة ديال كوكو لاحظوا ما سددش في الأولى والثانية تسديدة ولكن لاحظوا محسن ياجور كان متسلل مرة أخرى. محسن ياجور في الجهة اليسرى هذه محاولة فاتت فريق الرجاء البيضاوي كمرة رأسية دائما خطيرة خطيرة فاتت فريق الرجاء البيضاوي وتدخل ديال الدفاع عادل كروشي كمرر ولكن دي محاولة ومرتدة هجومي لفريق نيس الفرنسي سيت ستيفان بغى يمرر في الجهة اليمنى ولكن تدخل ديال عصام الراقي والكرة في الشرط شرط لفائدة فريق نيس الفرنسي. تلعب الكرة بسرعة مساندة الآن كبيرة من جماهير ديال فريق الرجاء وتسلل بالفعل تسلل على لاعب باوكين ستيفان رقم 29 اللي دخل منذ قليل في التشكيله ديال فريق نيس الفرنسي. لاعب ستيفان باروكين كذلك من اللاعبين اللي عندهم مكانه كبيره على مستوى التشكيله ديال فريق نيس الفرنسي. كوكو فيفيان مابيدي تمنوا من الايقاع ديال المباراه اصبح سريع حتى نتابعوا العديد من المحاولات ديال التسجيل خلال بدايه الجوله الثانيه. كنقول بانه ابرز محاوله كانت لفائده فريق الرجاء بواسطه محسن ياجور كذلك محاوله اللي كانت لفائده نيس الفرنسي بواسطه استي جوردان ماني جوردان كره في وسط الميدان تمريرات قصيره باللاعبين ديال فريق نيس الفرنسي اللي كتكون البدايه اكيد من الدفاع. هذه محاوله ولكن تدخل ديال اسماعيل بن معلم زكريا الهاشمي كيبعاد الكره طريقه جميله باش خد الكره لاعب ماني جوردان اللي الان متحرك على مستوى الرواق الايسر تمريره ولكن تدخل زكريا الهاشمي تسديده ولكن فقط في يد الحارس خالد العسكري. كانت تسديده ديال اللاعب رافيت رانيانا اللي سدد فقط في يد الحارس خالد العسكري. زكريا الهاشمي امام عبد الجدين الجيلاني. عبد الجدين الجيلاني اللي غيدخل بعد قليل لمسانده فريق الرجاء البيضاوي. رافيت رانيانا كيلعب كرة في وسط الميدان. هذه محاولة لفائدة فريق نيس الفرنسي تمريرة في الجهة اليسرى ولكن كانت بعيدة للاعب سيت ستيفان اللي ما تمكنش انه ياخذ الكرة امامنا اللاعب ستيفان. اصبح الان شرط لفائدة فريق الرجاء البيضاوي ولكن غادي تجرى الان التغيير. خروج محسن ياجور ودخول عبد الجدين الجيلاني. محسن ياجور كان متحرك اهدى هدف لمحسن متولي وضيع نقول كانت محاوله سانحه لتسجيل وبالتالي كيعطي المكان ديالو لعبد الجدين الجيلاني للظهور خلال هذه المباراه في انتظار انه يكون هناك تغيير اخر. دخول المالي ادريسا كوليبالي المدافع الجديد في صفوف فريق الرجاء البيضاوي وخروج اسماعيل بن معلم. إذن دخول ادريسا كوليبالي وخروج اسماعيل بن معلم اللي قاد الدفاع ديال فريق الرجاء البيضاوي. كذلك غادي يكون تغيير اخر عبد الى حافظي في مكان فيفيان مابيدي. إذن تغييرات لاعطاء دم جديد لفريق الرجاء البيضاوي كذلك
لمتابعة لاعبين آخرين. وبالتالي قلت بأنه يعني المكان داخل فريق الرجاء البيضاوي غتكون عليه منافسة كبيرة، لأنه ما غيكونش من السهل على كل لاعب أنه يأخذ الرسمية في كل المباريات. أعتقد بأنه اللاعب الجاهز بدنيا تقنيا هو اللي بإمكانه أنه غادي يكون يعني يأخذ الرسمية ديالو في صفوف فريق الرجاء البيضاوي. ضربة خطأ لفائدة ياسين الصالحي. ياسين الصالحي لاعب كبير، اعتقد بانه بشويه يعني من الجديه اعتقد بانه بامكانه ان يكون يعني من افضل اللاعبين يعني على المستوى الوطني. لاعب عنده امكانيات كبيره على المستوى المهاري، على المستوى التقنيات، يعني يمكن نقول بانه يمكن التفكير في الاحتراف، خصوصا بعد الوجه المشرف اللي قدمه في يعني كاس العرب اللي فاز بها المنتخب الوطني المغربي بجدة السعودية. يمكن خلى اللاعب أنه يفكر أكثر في الاحتراف أكثر من أنه يفكر أنه قدم مردودية كبيرة، ولو أنه كان لاعب أساسي على مستوى التشكيلة ديال محمد فاخر، ولكن أعتقد أنه بجدية أكثر يمكن ياسين الصالحي يكون أفضل من المستوى على الأقل تابعناه خلال الشطر الثاني من البطولة الاحترافية. كرة الآن لفائدة فريق نيس الفرنسي. رافيت رانيانا، سيت ستيفان كتضيع منه الكرة. عصام الرقي طريقة جميلة باش تضع الكرة، ما كانش هناك تسلل عفوا عبد الجدي الجيلاني. اعتقد انه هو فكر في التسلل اكثر ما فكر في انه يمشي الكرة. ياسين الصالحي، ولكن ياسين الصالحي فقد التوازن ديالو، كيسقط على مشارف مربع العمليات. كترجع الكرة لفائدة فريق نيس الفرنسي، كتضيع منه، ولكن ياسين الصالحي بالفعل كان متسلل. كانت محاولة ديال فريق الرجاء البيضاوي. كرة في وسط الميدان، سيت ستيفان الجهة اليمنى، باوكين. هذه محاولة لفائدة فريق نيس الفرنسي، محاولة خطيرة ولكن كتضيع الكرة من اللاعب باوكين ستيفان. كتمشي الكرة لفائدة عبد الإله حفيظي اللي حقق رفقة المنتخب الوطني المحلي التأهل لنهائيات كأس إفريقيا للمحليين، وبالتالي ستكون مناسبة لعبد الإله حفيظي للعودة لأجواء الفريق ديال الرجاء البيضاوي والاستعداد للمنافسات القادمة. نذكر بأنه اليوم كان مقرر بأنه تكون يعني الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللي تم تأجيل جمعها العام الاستثنائي اللي كما ذكرت كان مقرر مساء اليوم. وذكر بلاغ للجامعة أن الجمع العام العادي الذي كان مقرر عقده مساء اليوم تم تأجيله أيضا يعني من 3 أسابيع إلى شهر. وأضاف المصدر ذاته أن قرار تأجيل الجمع العام جاء بعد التشاور مع وزارة الشباب والرياضة، وبالنظر للملاحظات المتعددة اللي توصلت بها حول مشروع القانون الأساسي الجديد للجامعة في أفق ملائمته لقانون رقم 3009 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة القوانين النموذج للجامعات الرياضية الأخرى. أشار البلاغ إلى أنه يعني الحالة التي كان من الضروري تحديد مهلة إضافية للموافقة على مشروع القانون الأساسي. نتمنى أنه يعني خصوصا كرة القدم الوطنية أنها ترجع للسكة ديالها، خصوصا على مستوى التوهج على مستوى القارية. هذه المحاولة ياسين الصالحي شنو هذه أعمال ياسين الصالحي، ينتظر يعني المساندة أمام جوج ديال اللاعبين. لاعب بالوم ليورد كتضيع منه الكرة، لاعب بالوم كيلعب الكرة عند رافيت رانيانا. كنقول بانه الفريق الثاني اللي دخل خلال الجولة الثانية، وبالتالي هذه فرصة أمام هاد اللاعبين لتأكيد الأحقية ديالهم بحمل القميص ديال فريق نيس الفرنسي، باعتبار بأنه التشكيلة اللي كانت في البداية هي التشكيلة
اللي يمكن بنسب كبيره تشكيله رسميه لفريق نيس الفرنسي. يعني بعد قليل غادي يكون هناك تغيير في صفوف فريق نيس الفرنسي. دخول اللاعب لوريس غوتي. كان اللاعب لوريس غوتي هو اللي غادي يدخل مكان لاعب كولي ديتزاك. إذن لوريس غوتي هذا تغيير آخر في صفوف فريق نيس الفرنسي اللي خدم عليه كلود بويل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وبالتالي تسجيل هدف التعادل. هذه محاولة لمحسن متولي. محسن متولي جوردي عمال دائما يحاول المراوغة. محسن متولي صراع كبير كان صراع كبير مع ماني جوردان. ترجع مرة أخرى لفائدة فريق نيس الفرنسي. عبد الدين الجيلاني والكرة في الشرط شرط لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. تلعب بسرعة عبد الإله حفيدي. كوكو كيرجع الكرة عند محمد الحاج. محمد الحاج الآن اللي أصبح كيشكل ثنائي إلى جانب إدريسا كوليبالي. كيبان هو محمد فاخر يبحث على الانسجام على التجانس. خصوصا كنعرفوا القيمة ديال الدفاع ديال أي فريق هو في التجانس ديال والانسجام ديال المدافعين. الآن محمد الحاج إلى جانب إدريسا كوليبالي اللاعب المالي. زكريا الهاشمي طريقة جميلة باش تلعب كرة مع عبد الإله حفيدي. زكريا الهاشمي شوية عمال. زكريا الهاشمي كان قريب من تسجيل الهدف الثاني. كانت طريقة جميلة وثنائية رفقة عبد الإله حفيدي اللي يلعب كرة بطريقة جميلة اللي لاحظوا طريقة جميلة باش تلعب الكرة وتسديدة زكريا الهاشمي اللي كان بإمكانه تسجيل الهدف الثاني لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. ما مشاتش بعيد على القائم الايمن لمرمى الحارس فيرونيس لوكاس اللي كان بامكانه انه يتلقى هدف بعدما تلقى الحارس الاول اوسبينا دافيد للهدف الاول من رجل محسن متولي على بعد يعني 20 دقيقه من نهايه المباراه. دائما تقدم فريق الرجاء البيضاوي بهدف للا شيء. هذه محاولة خطيرة 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 خطيرة. شنو غادي يعني الحكم يعني كان سقوط ديال اللاعب باوكين ستيفان. الكل انتظر شنو القرار ديال الحكم نور الدين الجعفري. لاحظوا لأنه كان هناك احتكاك مع إدريسا كوليبالي لحسن الحظ بأنه الحكم لم يعلن عن ضربة جزاء. يعني كان هناك احتكاك. نور الدين الجعفري كان قريبا من العملية لحسن الحظ انه ما اعلنش على ضربة جزاء لفائدة فريق نيس الفرنسي بعدما يعني باوكين ستيفان كان رأس لرأس مع الحارس خالد العسكري. وبالتالي فريق نيس الفرنسي يحاول اقتراب اكثر من مرمى خالد العسكري. هذه محاولة مرة اخرى لفائدة فريق نيس بواسطة سيت ستيفان. كيلعب الكرة في الجهة اليسرى باوكين ستيفان والكرة في الزاوية أو عفوا في الشرط. لاحظوا المدرب كلود بويل في حديث مع اللاعبين كيطلب من اللاعبين أنهم يصعدوا لمساندة الهجوم ديال يعني المهاجمين ديال فريق نيس. هناك تسديدة مرة أخرى ديال اللاعب باوكين ستيفان ولكن التسديدة ديالو مشات بعيدة على مرمى الحارس خالد العسكري. اعتقد بانه المدرب كلود بويل لن يهدأ له بال حتى يعني تسجيل على الاقل هدف ديال التعادل. قلت بانه لانه الانديه الكبيره بقيمه نيس الفرنسي لن ترضى يعني بالهزيمه. بالتالي يعني حتى الحديث مع المسؤولين فالفريق حضر لمدينه الدار البيضاء لتحقيق نتيجه ايجابيه وبالتالي حتى انه يؤكد بانه الفريق يعني في السكة الصحيحة على مستوى الاستعداد ديالو للموسم الجديد وللدوري الفرنسي اللي غيكون موسم شاق. عبد الإله حفيدي. محسن متولي مشى محسن متولي. هذه محاولة عبد الإله حفيدي مرة أخرى كيلعب الكرة مع محسن متولي. عصام الراقي
كيغير اتجاه في الجهه اليسرى، طريقه جميله باش تلعب الكره مع عادل الكروشي. ياسين الصالحي، هذه محاوله عادل الكروشي وتدخل ديال الدفاع اللي كيخرج الكره للزاويه، الزاويه لفائده فريق الرجاء البيضاوي. كانت طريقه جميله، وكذلك تبادل ديال الكره والتغيير ديال الاتجاه ديال الكره من طرف عصام الرقي، والرؤيه ديالو الشامله للمساحه ديال الملعب. ودوما اكيد اللاعبين الممتازين واللاعبين الكبار. إذن الزاوية، صعود إدريس كوليبالي لمساندة الهجوم ديال فريق الرجاء البيضاوي. ياسين الصالحي كيلعب كرة دائرية وتدخل ديال الدفاع، تدخل ديال الدفاع اللي كيخرج الكرة مرة أخرى للزاوية، هذه المرة من الجهة اليسرى. لاحظوا يعني كان تدخل ديال اللاعب أسي جوردان اللي بعث الكرة إلى حفيظ، محاولة فائدة فريق الرجاء البيضاوي، وتدخل مرة أخرى للدفاع، مرة للاعب لوريس غوتي اللي كيبعد الكرة. محسن متولي، زكريا هاشمي، رأسية، دي محاولة، كانت محاولة سانحة لتسجيل لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. عبد الإله حفيظي، لاحظوا زكريا الهاشمي، تمريرة جميلة داخل مربع العمليات. عبد الجليل الجيلاني مشى الكرة، وعبد الإله حفيظي بقليل من الحظ كان بإمكانه أنه وضع الكرة في الشباك. غادي يكون هناك جوج ديال التغييرات في فريق الرجاء البيضاوي، أحمد الرحماني والقادم إلى جانب ياسين وكيلي. إذن أحمد الرحماني وياسين وكيلي أول المغادرين، ومحسن متولي. إذا خروج محسن متولي ودخول ياسين وكيلي من لاعبين الشبان، وأكيد من هو دي يعني دي فرصة أمام اللاعب وكيلي، كذلك أحمد الرحماني لتأكيد كذلك الجاهزية ديالهم في صفوف فريق الرجاء البيضاوي. أحمد الرحماني اللي كان من الانتدابات ديال فريق الرجاء الموسم الماضي، ولكن ما عطاش اشياء كثيره، ولو انه ما لعبش مباريات كبيره. هناك تسلل 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 بالفعل، تسلل اللعيبة. وكاين ستيفان، يعني تقريبا خصو انذار، خصو انذار بالفعل، خصو انذار، لانه الحكم رافع الرايه، والحكم كذلك نور الدين الجعفري، يعني كانت هناك صافره. رغم ذلك يعني باوكين ستيفان سجل هدف، وهذا هنا كيبين بانه اللاعبين ديال نيس الفرنسي بغاو يوصلوا لمرمى الحارس خالد العسكري باي ثمن، وكذلك في اي لحظه، لان هناك تشنج ديال الاعصاب ديال فريق نيس الفرنسي اللي اكيد قلت بانه لاعبين محترفين، ف يعني ما كيرضاوش اكيد بالهزيمه، اكيد في اطار يعني بين قوسين بين الروح الرياضيه. دائما لفائدة فريق الرجاء البيضاوي، عبد الإله حفيظي شرط لفائدة فريق الرجاء. قلت بأنه فرصة لياسين وكيلي وأحمد الرحماني لتأكيد الجاهزية ديالهم في التركيبة البشرية ديال فريق الرجاء البيضاوي. أحمد الرحماني، كوكو أحمد الرحمن الآن اللي خدا يعني المهمة ديال ظهير أيمن. هذه محاولة ياسين الصالحي، ما كاينش هناك، ما كاينش تسلل، وأعتقد بأنه ياسين الصالحي ضيع محاولة كانت سانحة لتسجيل، لياسين الصالحي. التمريرة يعني على المقاس، ما كانش هناك بتاتا تسلل. ياسين الصالحي اعتقد بغى يراوغ تقنيه كبيره، ولكن كان بامكانه انه يتعامل مع الكره افضل من ذلك. على اي دائما المحاوله دي مع عبد الجدين الجيلاني مشعه، ولكن الكره اقرب للحارس فيرونيس لوكاس. اكيد غنتابعوا يعني الاعاده ديال هذه المحاوله. لاحظوا لاحظوا لاحظوا، ما كانش هناك تسلل الوقت اللي خرجت الكره. ياسين الصالحي بغى يلعب الكره في الجهه اليمنى، ولكن يعني فطر لها الحارس فيرونيس لوكاس اللي بعد الكره. هذه محاوله فائده فريق نيس الفرنسي، دائما الخطوره من باوكين ستيفان. كره في الجهه اليمنى، غادي يكون هناك تمرير بالفعل، تمرير داخل مربع العمليات، ولكن فقط في يد الحارس خالد العسكري.
عبد الاله حفيظي امام مساحه، مشى عبد الاله حفيظي كيبحث على المسانده، دي محاوله فايدت يعني في اتجاه اللاعب ياسين الوكيلي، والحكم كيقول بان هناك ضربه خطا لفايده اللاعب ماني جوردان بعد تدخل ديال ياسين الوكيلي. لاحظوا كان خطا واضح على لاعب وكيلي. تمريره طويله، تدخل ديال ادريس كوليبالي، كرة في وسط الميدان، رافيت رانيانا كيلعب كرة في الجهة اليمنى، لوريس غوتي، ما كاينش هناك حلول أمام لاعبي ديال فريق نيس الفرنسي اللي كيضطروا لإعادة الكرة للدفاع. مرة أخرى لوريس غوتي كيصعد بالكرة كيبحث على المساندة، كيمرر في اتجاه لاعب سيت ستيفان، سيت ستيفان لاعب سريع، كرة في الجهة اليمنى، باوكين والطريقة ذكية باش خدا محمد الحاج يعني حصل على ضربة مرمى، وبالتالي كياخذ الكرة دون ارتكاب الخطأ أمامنا يعني أحد المصورين الفرنسيين الذين يرصدون كل كبيرة وصغيرة خلال هذه المباراة. وتغيير آخر في صفوف فريق نيس الفرنسي، دخول اللاعب ساستيلانا فابيان، دخول لاعب ساستيلانا فابيان اللي غيدخل اعتقد مكان اللاعب باوكين ستيفان. إذن باوكين ستيفان اللي كان متحرك خلال هذه الجولة الثانية، فيما اللاعب الدردوري، إذن رضوان الدردوري سيكون بديل آخر في صفوف فريق الرجاء البيضاوي، وخروج عادل كروشي، عادل كروشي اللي قدم مباراة يعني ومستوى طيب خلال هذه المواجهة، خصوصا بانه كنعرفوا انه اللاعب ما خداش قصد من الراحه، خصوصا بعد الاستعداد مع المنتخب الوطني المغربي، لعب مباراه الذهاب امام المنتخب التونسي اللي كان فوز بواحد 1-0، ثم مباراه الاياب اللي كانت بمدينه طنجه اللي من خلالها يعني حقق المنتخب الوطني التاهل. عادل كروشي عبد الاله حفيظي ومحمد الحاج يعني مباشره بعد النهايه ديال البطوله الاحترافيه، فالفريق دخل يعني في معسكر اعدادي مع المنتخب الوطني المغربي، وبالتالي هذه فرصه انهم ياخذوا قسط من الراحه. ياسين الوكيلي مشى في الجهه اليمنى، ياسين الوكيلي دخل داخل مربع عمليات المحاوله، ولكن ياسين الوكيلي كيفقد التوازن ديالو، ولو انه مشى بطريقه جميله، وخصوصا بانه الوكيلي كي عنده السرعه. تدخل ديال ادريس كوليبالي كيبعث الكره للشرط، ماني جوردان ينفذ الشرط، كره في وسط الميدان، اول لمسه لساستيلانا فابيان. عبد الاله حفيظي كيرجع الكره، احمد الرحماني، كوليبالي، محمد الحاج، تمريرات عن القصيره بين اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي، فيما الان المدرجات ديال المركب الرياضي محمد الخامس حتى ممتلئه في هذه الامسيه والمباراه الوديه الدوليه بين الرجاء البيضاوي وفريق نيس الفرنسي. الدردوري كيرجع الكره لخالد العسكري، مرة أخرى كرة عند رضوان الدردوري، كرة بالفعل ما خرجتش. عصام الراقي طريقة جميلة باش كيحتفظ بالكرة اللي سرقت التصفيقات والمساندة ديال جماهير الرجاء اللي أكيد تشجع وتساند عصام الراقي، خصوصا اللاعبين اللي كيحملوا الآن القميص ديال فريق الرجاء وكيظهروا به لأول مرة أمام الجماهير الخضراء. عبد الإله حفيظي، صعود ديال رضوان الدردوري وشرط لفائدة فريق نيس الفرنسي. أمامنا لاعب بالوم ليوت، لاحظوا التمريرة الجميلة، شكر خاص لكل الزملاء التقنيين اللي أكيد كيبذلوا مجهودات كبيرة من أجل إيصال الصورة للجماهير المغربية التي تتابع هذا اللقاء
مباشرة على قناة الرياضية اللي غتكون أكيد يعني مع الجمهور المغربي من خلال رصد لكل أحداث ديال البطولة الاحترافية وكذلك كل المنافسات الوطنية خلال الموسم الجديد اللي نتمنى بأنه يعني النسخة الثانية تكون أفضل على مستوى كذلك على مستوى التسويق ديال كرة القدم الوطنية وكذلك حتى أنه يكون تمثيل جيد للأندية الوطنية على المستوى القاري. كوكو ياسين الوكيلي طريقة جميلة عند كوكو عبد الإله حافظي خدع الكرة بتقنية كبيرة. ياسين وكيلي مشى في الجهة اليمنى. ياسين وكيلي عنده السرعة وهناك ضربة خطأ لفائدة فريق الرجاء البيضاوي ولياسين الوكيلي اللاعب الشاب واللي الآن كيبذل مجهودات كبيرة لإقناع الطاقم التقني يعني حتى انه يكون من العناصر اللي بامكانها الدفاع على قميص ديال فريق الرجاء البيضاوي خلال هذا الموسم. ضربه خطا هناك اذا انذار لماني جوردان. يعني الجميل هو انه حتى الان المباراه بروح رياضيه يمكن يعني فقط كان هناك انذار واحد للاعب باوكيل ستيفان اللي خرج. هذه محاوله تدخل ديال الحارس دائما خطيره لفائدة فريق الرجاء البيضاوي وشرط للرجاء كانت محاولة استدعت تدخل الحارس فيرونيس لوكاس قلت باستثناء الانذار اللي حصل عليه باوكي ستيفان بعد ما وضع الكرة في الشباك رغم الصافرة ديال الحكم. فيمكن ماني جوردان اول هذه ورقة اللي يمكن نقول بانه كانت مستحقة. هذه محاولة عن جدين الجيلاني طريقة جميلة باش خدع الكرة ماني جوردان لاعب اللي عنده امكانيات كبيره. لاحظوا المراوغه ديال ماني جوردان كيلعب كره في وسط الميدان دائما لفائده فريق نيس. كان هناك خطا لصالح رافيت رانيانا ولكن الحكم خلى الامتياز مادام الكره دائما عند لاعبي ديال فريق نيس الفرنسي. هذه محاوله من الجهه اليمنى مراوغه ولكن يعني التمريره والتسديده كانت فقط في يد الحارس خالد العسكري. كنعيشوا الدقائق 85 على بعد 5 ديال الدقائق من نهاية المباراة. دائما تقدم فريق الرجاء البيضاوي بواحد 1-0. عبد الإله حافظي كضيع منه الكرة كان بإمكانه أنه يمرر للاعب الجيلاني. طريقة جميلة وهناك خطأ بالفعل. التدخل ديال عبد الإله حافظي. تدخل كان من الخلف في حق اللاعب فيرونيس او اللاعب جوردان أستيك. اذا ضربه خطا لفائده فريق نيس الفرنسي. كتسد ضربه خطا داخل مربع العمليات. تدخل ديال الدفاع بشا ياسين الوكيلي في صراع مع اللاعب رافيت رانيانا. ماني جوردان كرة في الجهة اليسرى. تدخل ديال اللاعب رافيت رانيانا امام ادريس كوليبالي والحكم كيقول بان هناك شرط لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. لاحظوا التدخل ديال اللاعب رافيت رانيانا امام المالي ادريس كوليبالي. عبد الإله حافظي استطاع شنو ياخذ الكرة وخطأ بالفعل. خطأ لفائدة لعيب مبو بابا موسى لاعب المالي في صفوف فريق نيس الفرنسي. لوريس غوتي إيقاع ديال المباراة انزل في الدقائق الأخيرة. لوريس غوتي اللي كيصعد لمساندة الهجوم ديال فريق نيس الفرنسي. هذه محاولة تدخل ديال ياسين الوكيلي ولكن ترجع مرة أخرى لفائدة رافيت رانيانا. با
باوكين ستيفان، هذا بناء هجومي، تدخل ديال محمد الحاج، عبد الإله حفيدي مشى، عبد الإله حفيدي في الجهه اليسرى، شنو غادي يعمل؟ كيمرر صعود ديال محمد الحاج، مراوغات جميله ديال محمد الحاج، رضوان الدردوري ترجع مره اخرى لفائده فريق الرجاء البيضاوي، ادريسا كوليبالي، هذه محاولة لفائدة فريق نيس الفرنسي، ولكن تدخل خالد العسكري، كرة في وسط الميدان، عصام الرقي بغى يمرر في اتجاه ياسين الوكيلي، ولكن الكرة كتضيع. أصبح الآن الشرط، أعتقد بأنه المباراة في اتجاه أنها تنتهي بتقدم، و نتمنى انه يكون فوز ديال فريق الرجاء، لانه سيكون فوز معنوي امام فريق كبير بقياده نيس الفرنسي، في انتظار انه هناك مباريات اخرى قادمه لفريق الرجاء البيضاوي، حتى انه يكون استعداد كامل للموسم المقبل. كما ذكرت سيكون موسم شاق برهانات كبيره، انتظارات كبيره ديال جماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي. كرة طويلة، إدريسا كوليبالي، هذه من أجل الأمان خرج الكرة للشرط، شرط لفائدة فريق نيس الفرنسي، على بعد أقل من دقيقتين من نهاية المباراة. تدخل ديال أحمد الرحماني، عمش الدين الجيلاني كيطلب بان هناك خطا، وتالي الحكم كيقول بانه الشرط لفائده فريق نيس. ماني جوردان كيلعب الكره في وسط الميدان، سيت ستيفان، فيرونيس لوكاس، ماني، سيت ستيفان كيلعب الكره مره اخرى، رافيت رانيانا كيخلي الكرة للاعب باوكين، كتخرج الكرة للشرط، شرط لفائدة فريق نيس الفرنسي. الإيقاع ديال المباراة نزل بشكل كبير، أعتقد بأنه هذا عادي في المباريات الإعدادية. نتابع المحاولة ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي كانت سانحة لتسجيل، وتدخل ديال فيرونيس لوكاس، قلت بأنه عادي لأنه كان هناك العديد من التغييرات، وبالتالي كل مدرب يحاول يعني تجريب أكبر عدد من اللاعبين ومتابعة أكبر عدد من اللاعبين خلال هذا المحك الإعدادي الدولي، اللي من خلال كل فريق يحاول الظهور بمستوى طيب خلال الموسم الجديد، سواء بالنسبه لنيس الفرنسي اللي اكيد بانه كتنتظروا يعني كتنتظروا موسم قوي بتواجد انديه بقيمه باريس سان جيرمان حامل اللقب، مارسيليا، ليون، وانديه اخرى تنتظر فريق نيس وكذلك فريق الرجاء البيضاوي لتحقيق أفضل النتائج. يمكن أكبر الانتظارات غتكون على مستوى كأس العالم للأندية، خصوصا بأنه الممثل ديال كرة القدم الوطنية، والتظاهرة غتكون منظمة على أرض الوطن، وبالتالي الرجاء مطالب بتشريف كرة القدم المغربية، وبالتالي سيكون الرجاء المغربي كل الجماهير مدعوة لمساندة فريق الرجاء، وكذلك لإعطاء صورة جميلة على كرة القدم المغربية، خصوصا بتظاهرة بحجم كأس العالم
ديال الدقائق كوقت بدل ضائع خلال هذه المباراة اللي مرت في روح رياضية كبيرة. الجولة الأولى يمكن نقول بأنه كانت أفضل على مستوى الإيقاع، على مستوى المحاولات ديال التسجيل. فريق الرجاء البيضاوي اللي تمكن من تسجيل الهدف الوحيد حتى الآن خلال هذا اللقاء بواسطة العميد اللي غادر اللقاء محسن متولي. جولة ثانية فريق الرجاء يعني حاول أنه يسير الإيقاع ديال المباراة، خصوصا على مستوى كذلك التغييرات اللي قام بها محمد فاخر. ياسين الصالحي طريقة جميلة باش نراوغ ياسين صالحي. ياسين صالحي كيما راه هذه محاولة لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. عبد الإله حافظي، ياسين صالحي شنو غادي يعمل ياسين صالحي؟ عبد الإله حافظي محاولة، كانت محاولة جيدة ديال فريق الرجاء البيضاوي، والتبادل ديال الكرات والمراوغات الجميلة ديال ياسين الصالحي اللي اكيد انه اشعلت الان المدرجات. ياسين صالحي كانت تمريره كذلك ذكيه في اتجاه عبد الاله حفيظي، كانت تمريره اتجاه ياسين الصالحي، ولكن الحكم كيقول بان هناك ضربه خطا لصالح ماني جوردان. لاحظوا مراوغات ديال ياسين الصالحي، مراوغات جميله ازيد من اربعه ديال اللاعبين. يعني لاحظوا التمريره عند عبد الاله حفيظي والاخر وضع الكره امام ياسين الصالحي، كانت محاولة يعني سانحة للتسجيل وكذلك اللي انه تكون خطورة على مرمى الحارس لوكاس فيرونيس. ياسين الوكيلي تمريرة خاطئة من اللاعب وكيلي، صعود الان ديال ماني جوردان سريع. ماني جوردان كي مرار مرة أخرى كترجع الكرة لماني جوردان اللي كيحاول انه يحصل على يعني خطا. الحكم كيقول انه ما كاينش هناك خطا. ياسين الصالحي هذه محاوله مشى عبد الى حفيظي، ولكن كان سوء تفاهم بين عبد الى حفيظي وياسين الصالحي اللي طلب الكره في الجهه اليمنى. كتضيع محاوله اخرى ومرتد هجومي لفريق الرجاء البيضاوي على بعد ثواني قليله من نهايه المباراه. اصبحوا فراغات في الدفاع ديال فريق نيس الفرنسي. هذه محاولة ياسين الصالحي، ياسين الصالحي مشى ياسين الصالحي، ولكن خروج فيرونيس لوكاس في التوقيت والمكان المناسبين. والحكم نور الدين الجعفري يعلن على نهاية اللقاء بفوز مستحق لفريق الرجاء البيضاوي بهدف لا شيء، هدف محسن متولي امامنا عميد فريق الرجاء البيضاوي خلال هذه المباراة الإعدادية الدولية امام فريق بقيمة نيس الفرنسي. مباراة كانت جميلة، وبالتالي الحضور الجماهيري أعطى رونق لهذا اللقاء الكبير، وكذلك يشرف كرة القدم الوطنية. شكرا لكل الزملاء التقنيين للوحدة السادسة لرفقتنا خلال هذه السهرة الرمضانية بقيادة زميلي الشاوي. شكرا لكل من تابع هذه المواجهة، ونحن كنتابعوا هدف محسن متولي. هذا هشام فراج يحييكم، شكرا لكم، وألقاكم في مناسبة قادمة بحول الله.